لمين بده يحكي؟ فريد، فليكن فريد. الله يجيرنا. ايه هدول الشعراء، هدول الشعراء عم يكون 3 دقائق بس. هدول شعراء بيت واحد بيطلعوا. امبارح حكى معي يحيى حضور بالتليفون من المصياد، قال انه طلع في حاله من الحالات وطفى نيران الحنة. اوه هلا يعني الشعراء بيعملوا عجائب. يلا. كتبت له في خلوته التي استمرت 40 يوما. رمضان من يا حاضر الشهر الحرام، أتقيم دهرك ليلة حرجا على من لا ينام؟ ثمن الحقيقة همة، بتصوري فوق الكلام هي نهج أسعد عن علي أو على الدنيا السلام. الشعراء مباح لهم نعم. يا شعر فيك التقى التاريخ والقلم، وفيك مر الأولى لم يعرف الحكم، وكل عصر له من أهله بطل، وكل واد عليه ذروة علم، فإن غربل نجد من قد ينخلنا. ما كان أقسى التحدي حين نقتحم، كم قائل قال إني أو أنا، وأنا أعدها وأنا دون الأنا ولم، فما أبرئ نفسي وهي تخدعني، ولي غروري كما أهواه يرتسم. حتى انتبهت أخيرا والزمان مضى، على انتباهي، وفي صناجتي عدم، وقفت وقفة من زلت به قدم على الطلول أنادي أين إله؟ فما سمعت نداء، بل شهدت ضحى على يديه انجلى في عصره ظلم. أوجست والنار برد، جذوة قبس، نور لطيف قريب واضح إرم. قلت السلام على الأبناء، إن لهم معلما دونه التاريخ والقلم. ما كان أسعدني إطلاق لشعور بسعة، أما هو ما كان أسعده. يشقى وننعم، يعطينا ونختصم، وحضرة لا وأضواء الكتاب إذا قارنتها لم تعادل وهجها أمم. إن يقضي يقرب، يفرد يبدع، يقل حكم، أو يخلو عن مجلسه تستودع الديم، حتى يعود كأن الأرض دائرة والشمس دائرة والناس تلتزم. من المصلي الذي أدى فرائضه إن لم يكن مثله؟ للعلم يلتهم إن الصلاة بمعيار الصفاء رؤى تنشاب منها الليالي البيض. لو علموا نهج علي وسيف بالغ أفق ومرجع دائم والحلة الحلم. يا شعر لا جعبتي، لا جعبة أبدا إلا وتنضب يستثنى بها العلم. وعند أسعد لم أدرك مراهنتي، وما الفراسة تجدي، لا يد وفم أقول شيئا وأشياء هنالك في غيب الأمور. ولولا يدرك الهلم، الرأس في جسد التاريخ قافية حمراء لا بعد لون، بل هناك دم. أكل ما شئته أخشى، فما بيدي إلا محاولة، ينتابني السأم. من أين أنسج إبداعا يليق به، وكيف أنسف من فيه الورى اختصم؟ يا سيدي بلسان الحال أنطقها ولا أغالي، إذا ما قلت ويحهم ولن أسميهم.
لكن أقول لهم لا ويحكم، بل لأن الحق متهم ألا يشوف صفاء البدر منعكس فيه. أكان إلى الحساد يبتسم؟ استغرقنا الشعر، ما بقى بنعرف نوصل. شكرا جزيلا ايها الشاعر العزيز.